من أطفالنا بداية الحلم وأمل غد سوريا الأجمل. وفي هذا الفرح الثقافي قدمت مديرية ثقافة الطفل في وزارة الثقافة بالتعاون مع مديرية ثقافة حما احتفالاً تألقت فيه إبداعات الأطفال من خلال أنشطة غنية متنوعة. طبعاً هذه الاحتفالية تقام بمناسبة تأسيس وزارة الثقافة والتي عنوانها يوم لوعي الحياة. هذه الفعالية طبعاً مختلفة عن الفعالية الماضية، هي من خلال مديرية ثقافة الطفل في وزارة الثقافة تتبنى دعم الحياة عند الأطفال من خلال الفنون التشكيلية والمعارض الأعمال اليدوية. نريد أن نرسل رسالة من حما إلى كل العالم أن هذه هي محافظة حما التي تنبض بالحياة بكل فئاتها وكل قطاعاتها الخدمية والتعليمية والإنتاجية وكل فعاليتها، لترسل رسالة أن هذه محافظة حما هي المحافظة الأبية، محافظة أبي الفداء، محافظة الولاء لسيد الوطن السيد الرئيس دكتور بشار حافظ الأسد. الهدف منها تنمية مهارات الطفل، العمل على الأطفال، تربيتهم تربية وطنية، المفروض يقدموا ما عندهم، يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي بشكل جيد، وهذا ما نعيشه نحن عم نسوي محافظة حما. الحقيقة نحن رغم الحرب التي ألمت منا الشرسة على سوريا، نبقى فعالياتنا هي مستمرة على مستوى الطفل، على مستوى الشباب. الاحتفال شمل معرضاً للتصوير الضوئي قدمه فريق رؤية لليافعين والشباب الذين اتبعوا دورة التصوير في مديرية الثقافة، بالإضافة لمعرض لرسوم الأطفال ونتاجات ورشة التريكو والنسيج من طالبات ملجأ الأيتام اللواتي اتبعن دورات بإشراف فريق تنمية مهارات الحياة في مديرية الثقافة بحما. يوم شاركت في فعالية عيد ميلاد الثقافة وغنيت مغنية موطنة، بدنا نوصل رسالة للعالم أنه لسه سوريا بخير ونحن لسه موجودين وصوتنا عالي وعم ندافع عن الوطن. أنا اليوم شاركت بفعالية بوزارة الثقافة، طبعاً نحن كان الهدف منا أنه نثبت لكل العالم أنه نحن رغم كل الظروف اللي عم نعيشها وعم نصير فيها نحن لازم نضل عم نقدم أفضل معنا مشان نضل نبني بلدنا، وهذا هدفنا الأول. كما قدمت فرق اليافعين والشباب رقصات ومشاهد تمثيلية تحدثت عن دور الثقافة في نشر الوعي والتطلع لحياة أفضل وحب الآخر.